لا استناك ايه؟ انا تعبان جدا ويا دوب اروح انام. هو انت ما سبتني الواحد شفت الليل كله؟ شيل انت بقى النهار يا معلم. ماشي يلا اشوفك بالليل. سلام. الحق يا دكتور زينهم الحق. في ايه يا حفني؟ الميتين صحوا تاني ولا ايه؟ لا ده صاحيين بره، هم اللي عاملين مظاهره. مظاهره ايه وبره فين؟ تعالى تعالى اوريك. تعالى عايزين بس نعمل. شفت يا دكتور؟ في ايه يا حفني؟ مين دول؟ كل مولانا. في ايه يا حفني؟ انا عارف يا دكتور، ده احنا على كده من الفجر، ابتدت بخمسه سته وبعدين زي ما حضرتك شايف على ما تسوق الجمعه. ايه يا شيخ يا شيخ؟ ابن لسانه مربوط وعاوزك تفكه والنبي يا شيخ. شيخ مين يا عم انت؟ انا مش شيخ، انا دكتور. دكتور وصاحب كرامات، الهي يكرمك يا شيخ. يا عم كرامات ايه؟ هو بيقول ايه ده يا حفني؟ في ايه؟ انا عارف يا دكتور. ايوه يا عم الشيخ الدكتور، انا بعينيا دول شايف الراجل وهو بيرجع من الموت على ايديك، ايدك ابوسها. عم الشيخ الدكتور ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا عم رجع من الموت ايه؟ الراجل اللي انتوا بتتكلموا عنه ده اخواننا كان في غيبوبه وفاق. طب شوف لنا لسان الواد. لسان الواد ايه يا ماما؟ هو انا بتاع لسان؟ انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت يا ابني طلع لنا لسانك ليه؟ دخل لسانك جوه. يا اخوانا قلنا 100 مره الراجل كان في غيبوبه وفاق، اديكوا على الله بقى خلينا نشوف اشغالنا. غيبوبه ايه؟ اذا كان الراجل بنفسه قال انه مات وانه كان بيتحاسب كمان، وقال انك انت اللي طلعته من الموت يا دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله، رجعت ايه اللي من الموت يا ابني؟ انت مجنون؟ بتنكر ليه بس يا مولاي؟ يا سيدي انا مش مولاك وانا مش مولى حد، انا مولانا ايه؟ سايق عليك النبي، تبص على البت، البت بيدخل عليها الليل بتقعد تصرخ، ارقيها يمكن الشفا يجي على ايدك، الهي يسترك. اديها يا اختي شويه ينسين وهي هتبقى كويسه. والنبي جربت كل حاجه يا اخويا ومفيش فايده. خدي بنتك يا ماما وديها لدكتور اطفال. طب حطي ايدك عليها بس وهي هتبقى زي اهدي اهدي. يلا يلا انا مولانا. يلا مولانا ايه يا حبيبي؟ انت بتقول ايه؟ قصدي يلا يا دكتور هخرجك من بره وراني. يا حبيبي انا عربيتي هنا. مش مهم، ما انت شايف الناس هيقطعوها. يلا قررنا نحن يوسف وصفي وكيل نيابه زايد اخلاء سبيل الدسوقي منصور لعدم ثبوت الادله الكافيه لادانته. مش قلت لك يا دسوقي باشا البلد دي فيها قانون؟ طبعا، واحنا تحت امر القانون زمان ودلوقتي. يا امل ممكن اعرف هو ادم كان عندك بيعمل ايه؟ هو اللي هيكلمك. ادم ما بيخبيش عليا حاجه يا جميله. بيخبيش عليكي ايه يا حبيبتي؟ امل انتي هبله يا حبيبتي، هو كذاب. واضح فعلا ان انت فاكراني هبله عشان تكلميه وتجيبيه لحد عندك وتفكريه مسلسل كان على اسمكم. ما تسيبيني اتهنى على حاجه في حياتي بقى حبيبتي. امال هو انت بجد مصدقاني؟ انا مش مصدقه نفسي وحياه ربنا. على فكره هو اللي جالي وجاب لي هديه وقعد يكلميه في ايام الماضي. يا سلام، وهو هيعمل كده ليه؟ ما انت كنتي قدامه وسابك. ولا انت خلاص مش قادره تستوعبي فكره ان هو ما بقاش عايزك؟ ماشي امل براحتك لو عايزه تصدقيه، بس ما ترجعيش تندمي بعد كده. اطلعي من حياتي يا جميلة. مالكيش دعوة بيا تاني، وانسي أساساً إن احنا اخوات. ماشي؟ مم.